وردة سرها المحبة. ما سمحت شيف مسهلها البنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم معينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. راهي عبيد. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في الماتينال. ليميسيون تجيكم اثنين للجمعه من 9 ل 11 نتاع الصباح على قناه التاسعه. صباح الخير البنات. صباح الخير فاطمه، صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مزيان. تابعونا كالعاده في الماتينال سويعتين، فيهم كل شيء، فيهم سبور وفيهم الكوجينه وفيهم الفاشن وفيهم الاخبار وفيهم زاده الصحه. صباح الخير حبوبه. صباح الخير دادو، صباح الخير ناس يتفرجوا فينا الكل، صباح الخير فاطمه، صباح الخير للشيف. صباح النور فاطمه، صباح الخير ساده المشاهدين كل بنات، صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بكم مره اخرى ساده المشاهدين في برنامج الماتينال، باش نقدموا مجموعه من الوصفات كالعاده، المالح والحلو. احنا المولد النبوي الشريف على الابواب، هذاك علاش فتحيه عندها دخلت في حاجة جديدة معاكم باش تحضرها من هنا للي يجي المولد. أنا باش نحضر كيف كيف كما تعودنا من زوز أطباق ثلاثة أطباق. اليوم تو نعطيكم تفاصيل، نخلي الكلمة للشيف فتحية ومن بعد نرجع مع بعضنا إن شاء الله. أنا بديت نغطس في دولاب المولد، واللي يقول مولد يقول عصيدة وعصيدة وعصيدة وأنواع عصايد الجمهورية التونسية. ماك تعرف أيوب، كل بلاد ورطالها، كل منطقة عندها تقاليدها وكل بقعة عندها عاداتها. فما اللي يحب العصيدة الحلوة، فما يحب العصيدة المالحة، فما يقول لك لا نحبها بيضة بالزبدة والعسل وزيت والعسل، وكل واحد وشنو حكايته. هي راهو العصيدة القديمة اللي نعملوها هي تاع السميد، سميد المحور، وانا اخترت بالطبيعة سميد وردة الارطب، هو اللي باش نعمل بها عصيدة اليوم بالزيت والعسل، زيت زيان، وخذيت لها عسل حر بنين باش تجي عصيدة بنينة. تو نقول لكم كيفاش تتعجن وتتعرك. وباكوتي باش نعمل عصيدة بالقلاية، خاطر قبل كانوا وقت اللي العباد باش تخرج تمشي للسواني وللخدمة تعرف يلزم جهد ويلزم معناها قوة البدن، كانوا ما يحبوش ياكلوا حلو الصباح، ياخذوا ديما عصيدة مالحة، عصيدة محرحرة صحيت، أما بالقلاية ولا بالشكشوكة ولا كل مرة شنو ينوعوا، فهمت؟ اليوم باش نعمل عصيدة بالفارينة وردة بالقلاية، باش نحضر لها قلايتها. خذيت باش نخفف القلاية شوية، خاطر قبل كانوا القلاية يعملوها بالأرواح وباللفاد وبالحاجات هذوك والكبدة والقلب وكل. أنا خذيت ستيك دو داند مليحة، تجي أخف وتجي أبن، قصيت مرسوات كيما متاع القلاية، وباش نحط نفوحه بالطبيعة، حتى باش نحط له شوية ثوم، شوية ملح، شوية بصل مقصوص جويد، بصل أخضر توا، احنا في البصل الشتوي يجي بنين ياسر، بالطبيعة ما ننساش اللي يحب محرحر شوية، باش نحط له الهروس عبيدة، على خاطر عنا الهروس هذية جديدة بنينة عنا. ما ننساش شوية زيت للتقلية، خاطر القلية تبدأ أبن، هي اسمها قلية عنها تتقلى. كانت تحب تفوح لي شوية كركم وشوية من عندك تناوش هذوك يجيو بني. نحط هذية تغلي، مدام أنا بعد نحط نعمل عصيدتي، باش نبدأ بالعصيدة السميد، خاطر لازم تتعجن وتتعرك تقعد ترتاح. أن نطيب عصيدة الفارينة وبعد نلقى عصيدة السميد ارتاحت، خاطر لازم تتحل بشوية بشوية حتى تقعد علبة نتاع السميد، نحيوها باش ما تجيش مسلكة. الوغ نحط القلاية تيب، حط شوية فوح انت شيخ روحك في اللفاح، نعرفك فنان في اللفاح، ما نبعدش عليك. انا اول مره نشوف القلايه يعملوها بالستيك دودان، تعطي حاجه باهيه بنينه برشا، بنينه وخفيفه وما تجيش تقهم، وكي تاكلها مع وفات العصيده البيضه راهو هذيه تعوض الخبز، كم هي في مولد ياكلوها العصيده البيضه في بقعه الخبز. يعطيك الصحه.
فكرة طيارة برشا هذه أنا عجبتني باش نجربها في الدار. نحب العصايد الحقيقة. معها هي كما قالت الشيخ فتحية باش تحضر لنا عصيدة بالزيت زيتونة من عند زيان، وباش تزيد معها عسل حر ضروري برشا في هالعصيدة هذه. هذيك العصيدة الثانية بالعسل. إن شاء الله يا ربي مولد هذا يكون مبروك علينا وعلى الأمة الإسلامية الكل بخير إن شاء الله. أنا سادة المشاهدين اليوم باش نحضر ثلاثة حاجات. باش نعمل سلايطة، سلايطة باش نعملها بجل وبسباس. علاش اخترت سلايطة بجل وبسباس؟ باش تهضم لي الكسكسي اللي باش نحضره اليوم. باش نحضر كسكسي بالكعابر نتاع الدجاج، ديجا قاعد نقص في صدورات نتاع الدجاج من عند مليحة باش نعجنهم بالفاحات نتاعي. اخترت لهم أنا أول فاح باش نحطه في وسطهم، الهروس الدياري من عند عبيدة. من بعد باش نزيدهم شوية ثوم وشوية معدنوس، نعمل كعابر فاوحين بالكدا بالكدا، يتقلاو في شوية زيت زيتونة من عند الزيان. من بعد نحط الطماطم كونسنتري نتاعي اخترت عبيده. هذايا الكل المكونات هذه المزيانه الكل تنشوفهم بعد كيفاش نعملوها. ما اكيد عندي الخضره في الكسكسي هذايا بما انه اخترت باش نعمله بالدجاج. من بعد عندي بعد السلطه والكسكسي عندي طاجين. اليوم باش نعمل طاجين خاص شويه، الجلبانه، الجلبانه بدات فيها الموجوده، دونك باش نعمل طاجين جلبانه باش نعمله بالدجاج مليحه. نختار اسكالوب دو داند ولا ستيك دو داند ولا اسكالوب دو بولي من عند مليحه، نقصهم جيدين نطيبهم مع الجلبانه ونعمل بهم الصوص نتاعي. ومن بعد نزيدهم الجبونات والعظم مليحه. تو نشوفوا زادا كيفاش باش يكون الطاجين. انا حبيت نعطيكم افون غو باش ما تبدلوش القناه وتقعدوا معنا في الماتينال. الماتينال مش كان كوجينا، فيه برشا سبور وبرشا جو. باش نخلي فاطمه تقدم الفقرات المواليه ان شاء الله. بيان سور، قبل ما نحكيو في سبور لازمني نعاود نذكركم شنو باش نحكيو اليوم في الماتينال. باش نحكيو على فتح ابواب القروض بالخارج، وكيف كيف باش نحكيو على التعويض وقت الطلاق، كيفاش يتم التعويض هذا. بيان سور نشره الخنار مع للا مع الفشن للا حبيبه. دونك شكون ضيفكم انتم؟ شنو باش تحكي انت الساعه؟ انت ضيف. انا كيما برشا توانسه ما صدقوش عينيهم كي شافوا نومي كامل تعرك على البنبلوني. في سيدي بوسعيد. سي فغي؟ في بالكش؟ اوكي، انت تشوف. انا اليوم ضيفي نزار شرقي افيك دو ستيليست تونيزيان باش نحكيو على فاشن سينما بارتي اللي سني صارت ليديسيون الثالثه نتاعها، والعام الجاي يوغا اون اوتر ايديسيون، او بوتيتر يوغا دي فاشن سينما بارتي بتنظيم توانسه لبرا. وحدك المعلومات. دونك وانت حكيت البنبلوني صحيح. ريت شيء كبير. شافت تحب لي عملنا شويه بنبلوني كيفاش نصنعوا باش نومي ما تغشش علينا. نجيبوها لتاكل. نجيبوها حدانا تاكل فوالا. دونك حكيم احنا نشوفوا توب بالما ونشوفوا الكوتش خليل شنو محضرنا. Mais Palma, mais Manbar Tabiaï, riche en magnésium et en calcium. Palma, une eau d'une excellente qualité. Et Najarabt Palma, Wenti, Wakteish. بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. السلام ومرحبا. دونك اليوم محضرين لكم سيونس دو رانفورسمون. سيونس هذه اسمها هيت. دونك باش نعملوا عندنا كات اكزرسيس كات سيري. دونك باش نبداو مع بعضنا. معايا سيف تري بيان سو بلاس. هذا روحي اول سيري باش نخدم اليفاسيون دي جونو وي باش نهبط غرامبي او سول. تري بيان يلا غولي فو زيبال دور كتفي. Relâche bien, très bien. Ou signal, schnabda, élévation des genoux. Hadr safe, très bien. Allez hop, da hadr, pour sur place. Allez hop, élévation. Très bien. Coordination entre jambes et bras. One, two, très bien. On reste des genoux le focus. Bravo. Poitrine dégagée. Coordination. Stop. L'autre. Hop. Grimper. Allez. Un, deux. Très bien. Le genou au niveau du coude. Serrez bien les abdos. Très bien. Top là. Coordination. Un, deux. Très bien. حاول نكمل الاخر انا قبش. ريكوبيراسيون صغيره 20 سكوند تعديو دوزيام سيري. دونك انا دو موفمون سكوات جامب وانا فونس 3 2
سي بون هذا سيف 3 2 ليتس جو Angle 90, cuisse parallèle au sol, mollet cuisse, angle 90, très bien. Les bras au niveau de la hanche, poitrine dégagée, Anka, très bien. Wow. Stop, pente. Très bien. 1, 2. Guillaume Lampa en arrière. Oui, parallèle au sol, poitrine dégagée. Très bien. Kamal El Lacher. Très bien. 3, 2, 1. Wow. Très bien. Allez, troisième série. Déplacement latéral. Bad, schnecken. Burpee. Très bien. Yalla. Avec les articulations PI. Nafs, bien. On a le rohi. Troisième série. Très bien. Talon au niveau de la hanche. Très bien. نفس بالباهي دور كتفي هالي ديبلاسمون 1 2 تري بيان كونسنتراسيون كونسنتراسيون تري بيان افيك موفمون دي برا ستيب ان ستيب اوت تري بيان روغار فغ لافون واتري نوت Travail d'agilité, de coordination. Stop, burpee. Très bien. Dernière série. Dernière série. Comme l'on est là, c'est normal. Série Z. Pompe. Gauche de droite. Mais avant. Trois. Droite, guinage. Guinage. 30 secondes, guinage. Très bien. Double. Je m'en prie une erreur. C'est ma courbure, très bien. Tenez bien les abdos et engagez. Yal. Ave Rohi. Signal. Pomp. Salam à la terre. Allez, let's go. One. Excellent, bravo. هكا نكونوا كمان كاتسيري كما ترى برشا عرق برشا تعب دونك كما قلنا الكره هذايا شاك جور في بيبي جيم افون لي كور برينسيبال دوري نتاعو 30 مينوت تري بيان دونك لازم نشربوا ماء توا هاي سي Merci beaucoup, coach Khalil. Je suis au sport الخاصة بليبرتا فواياج ونرجعو. كنت حاب تعمل بروجرام مزيان؟ ليبرتا للأسفار والسياحة خمت فيكم.
ووفرت لكم دي فواياج لإسطنبول، وهذا الكل بسومة هبال وبتسهيلات كبيرة في الدفع. للحجز 71 90 56 56، ولا زوروا موقعنا www.libertavoyage.com. مع ليبرتا تسافر وتزور العالم. دونك هذه كانت سبوت الخاصة بليبرتا فواياج، راكم شفتوا الناس اللي مشات لتركيا، إن شاء الله معناتها العباد الآخرين زادا يلتحقوا عليهم ويمشوا عديوا أيامات في تركيا. نعاود نذكر فما من 1 ديسمبر 7 ديسمبر، كيف كيف فما من 18 ديسمبر 24 ديسمبر، وفما اللي يحب يمشي يعدي راس العام في تركيا يخرج من 29 ديسمبر نهار 4 جانفي. نحب نقول إنه البخي à partir من 1,390,000 ابتداء من 1,390,000 تتمتعوا معناتها بالفول بالترانسفير وكيف كيف اوتيل 4 ايطوال في قلب اسطنبول. دونك هذا الكل الاكتيفيتي زيد راديكال كلهم لي اكتيفيتي مع لي سيركوي توريستيك لي غيد توريستيك اللي يعاونوك باش تمشي تشوف البلايص اللي ما تنجمش تعرفهم وحدك اذا تمشي ضايع هكاك. دونك و سورتو مع ليبرتا هدر كجربت معناها. دونك اوغزولي انا ننصح العباد الكل يكلموا 71 90 56 56 كيفاش نقولوها يريزرفيو، على خاطر ديستيناسيون تركيا اللي مشى لها مره يحب يعاود واللي عمره ما مشى لها راه باش يندم. اي سورتو اللي يمشي لتركيا عن طريق ليبرتا فواياج افيك مسيو كاليتي اون تروف كو دي بون كاليتي. دونك انا نحب نرحب مدام دره لوزيلي مديره المنح والقروض في الخارج بوزاره التعليم العالي. صباح الخير مدام. صباح الخير لبنان اسامه، شكرا على الاستضافه. برشا باش نفرحوا بك اليوم مدام. يقول لك هيا نحب نخرج، دونك كيفاش باش يحطوني القروض؟ دونك اش نحكيو مدام على القروض هذه اللي باش تمنح للعباد اللي تحب تمشي تقرا لبرا. اما قبل كان تسمح نرجعوا بعدها للشيف. مرحبا بك فاطمه. دونك نرجعوا احنا مع بعضنا باش نشوفوا هالعصيده اللي بالقلايه ستيك دو داند عملتها شيف فتحيه، كيفاش باش تكون سميد باش تحط في الماء ولا باش تعمل عصيده اخرى؟ استنى اللي بالقلايه هذه الحلوة هذه تاع السميد عسل وزيت زيت زيتونه وجبنينه ونعملها حفره في وسطها نصبوا فيها العسل ونصبوا على دايرها الزيت هذه نعجنها نخليها تشرب السميد اللي يشرب الماء ويشرب ويعطي العلك نتاعو باش من بعد نعاود نحلو في وسط الماء بشويه بشويه. لا نفس لا 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 لا, لا ماهوش مش حسو مش زدر كل واحد العصيده هذه يلزمها تتعجن هاو ناخذ شويه ملح تعرفوا على كيما البنزين الصفاقس فوالا يلزمها شويه ملح باش ما تقعدش العجينه تتلبق في اليدين خاطر كان ما نحطوش ملح تولي تتلصق تولي مسوسه وتتلصق اون بليس من بعد وقت نحطوا شويه العسل مطعم العسل ما يخرجش في عصيده مسوسه اذا كان نقاو شويه الملح هو يطلع مطعم الزيت ومطعم العسل. نعجنوها عجينه يابسه كيما نعجنوا العجين الكل كيما نتاع الحليلم ما نحطولهاش تبسيس ما نحطولهاش لا زيت لا حتى شيء في العجنين خاطر من بعد باش نحلوها باش نعركوها ونرخفوها مي نعجنوها عجنه مكبوسه كيما تشوفوا فيها كيما عجينه الخبز كيما لكن ما فيهاش لا تبسيس لا حتى شيء خاطر من بعد باش نعركوها ونحلوها بشويه بشويه حتى لين معناها نرخفوها بالماء حتى لين تقعد علبه في الاخر هذيك ما نحطوهاش ما نحطو كان الماء اللي يهبط من السميد خاطر كانوا قبل السميد الارطب هذا يهزوا يحوروه معناها يعاودوا يرحيوه دقيق جويد بالكل في الطاحونه باش ياخذوا منه كان اللي يهبط ارطب على الاخر كم توا ما عادش يحوروا السميد يلزم نخدموها احنا الخدمه نعجنوا العجين كيما تشوفوا فيها هكايا يتعرك يتعجن يتحط يتنفخ يشرب الماء نتاعو من بعد تلقاه عجينتي شربت نحط نبدا نزيدها الماء بشويه بشويه ونحل ونزيد ونحل حتى لين تولي الماء السميد الكل يهبط وتقعد علبه فيها العلك هذيك تتنحى من السميد. اون باراليل انا باش نعمل لكم بعد العصيده نتاع الفرينه هي اللي باش تمشي مع القلايه كيما قلت ايوب من قبيله وانت تفركس العصيده اللي باش تمشي مع القلايه هي عصيده الفرينه. نعطيك توا شنو باش تعمل انت يعطيك الصحه انا بعد ترجعوا لي يعطيك الصحه فتحيه. دونك خليوا هالعجينه نتاع السميد ترتاح باش تحل كعبه السميد وتحضرها فتحيه من بعد للعصيده الحلوه. انا باش نحضر الكعابر اللي باش نعمل بهم الكسكسي كيف ما قلت لكم اليوم باش نعمل كسكسي ورده باش نعمله بكعابر دجاج. خليت دجاج صدر دجاج من عند مليحه مانيش نرحيه في الماكينه نحب معناها يبقى احرش للحم. خذيت انا
سكينه بديت نقص في الطريفات بالكدا بالكدا معناها باش نهشيه نعملوا مفروم تحت السكينه. من بعد باش نزيد معاه ثوم معدنوس ملح فلفل اكحل شويه تابل وكرويه ونكعبرهم نعملهم كعبرات صغار. من بعد نحطهم يتقلاو في شويه زيت زيتونه من عند الزيان ونبدا نفوح الكسكسي نتاعي. تو كي نوصل للطاش هذيك نرجعوا مع بعضنا للكوجينه ان شاء الله. ميرسي بوكو لشيف. نرجع نحكي مع مدام در لوزيلي مديره المنح والقروض في وزاره التعليم العالي. طلب يحبوك مش يحبوها عرفت اليوم ما تاثر توديونس باش نعملوا في حكايه القروض هذه البرة. دونك مدام هات فسر لنا سا شنو حكايه القروض هذه شكون يستنفع بها سورتو كو هي في ديسمبر تتعطى. خليني نفسر لك حاجه من الاول. فسر لي مالا العبيد كيف تمشي تقرا البرة طلبة دارسين بالخارج نوعين، يا اما عباد باش تبعثها الدوله هذوما الممنوحين في الحاله هذه متفوقين نورمالمون. العباد هذوما شكون؟ هما الطلبه المتفوقين والمتميزين على المستوى الوطني. يلزم اعدادهم ونتائجهم العلميه والجامعيه تكون متفوقه ومتميزه. هنا الدوله تبعثهم يقراوا البرة، تبعثهم في مؤسسات معينه لدى مؤسسات من ارقى المؤسسات العالميه. بطلب منهم سامحني ولا هكاك استراتيجيه الدوله؟ لا احنا كل عام نعملوا ابيلا كانديداتور. نقول تعتزم وزاره التعليم العالي تخصيص عدد معين من المنح في اختصاصات حسب حاجيات البلاد زاده. فالمتفوقين اليشيل ناسيونال يترشحوا، نثبتوا اللي هما من المتفوقين، نثبتوا اللي هما اعدادهم ومعادلاتهم ومسارهم الجامعي من المتفوقين، وهذوكم اللي يمشيوا يقراوا البرة. كما المتفوقين في البكالوريا، المتفوقين في بعد الاجازه، المتفوقين بعد المهندس، المتفوقين بعد الماستر، في كل مراحل الدراسه فما متفوقين على المستوى الوطني، هذوكم تبعثهم الدوله يقراوا البرة ان بو بارتو دون لو موند، في بلدان الاتحاد الاوروبي في كندا، وتاخذهم الدوله اون شارج في كل شيء. منحة، معالم التسجيل، تذاكر السفر، سيكوريتي داسيورانس، لاسيورانس مالادي، سيكوريتي سوسيال، كل شيء. فما عباد أخرى ما همش من المتميزين والمتفوقين لكن ما همش خايبين زاد باهي. مي بون ماهمش سولون لي كريتير دو سيليكسيون اللي نعملوهم احنا. ما لحقوش على لي كريتير هذوما. هو الترتيب التفاضلي ويمشيو يقراوا البرة. هنا يقراوا البرة جينيرالمون يقراوا على حساب والديهم. كيف وزارة التعليم العالي باش تعاونهم؟ تعمل كل عام ابيلا كانديداتور معناها فتح باب الترشحات للطلبه هذوما اللي هما دارسين في الخارج وغير متمتعين بمنح. ما نجمش يكون متمتع بمنحه جامعيه في الخارج وياخذ قرض باش ياخذوا القروض الجامعيه هذيا. دونك احنا السنه مازلنا كي خرجنا الاعلان. الاعلان الترشح للقروض هذيا يجرى في مرحله اولى عن بعد عن طريق منظومة الويب www.best كيما لو مايور .rnu.tl. الطالب يعمل المطلب نتاعو اخر اجل نهار 28 ديسمبر ومن بعد لتقديم الملف المادي معناها لو دوسي بروبرومون دي بالوثائق نتاعو حتى نهار 7 جانفي 2019. ومن بعد يقع ترتيب الطلبة هذم الكل خاطر فوزي ماجيني اللي العدد باش يكون كبير واحنا عندنا اعتمادات مرصودة ومحددة. يقع ترتيب الطلبة هذم الكل ترتيب تفاضلي حسب أعدادهم الجامعية ونتائجهم الجامعية ومسارهم الجامعي وكيف حسب الوضعية الاجتماعية للعائلة. هوك علاش باش نعاونوا العائلة، دخل الوالدين إذا كان فما وفاة ولا طلاق. ومن بعد تخرج اللجنه المكلفه بالنظر في القروض هذوما تخرج النتيجه نتاع شكون متحصل على القرض هذايا، والنجم النتيجه يطلع عليها ابتداء من 15 فيفري 2019 يا اما بخدمه الارساليات القصيره. دونك يبعث ان اس ام اس على 85000 ويحط رقم بطاقه التعريف نتاعو ومعها بي اي تي ار كيما بي اترانجي، والا يطلع عليها على موقع الويب نتاعنا www.best.rnu.tl. حبيبات سامحني مدام، انا توا كي نسمع فيك مدام درع قاعده تحكي، اسكو انتم معناتها الولي يلزم يدفع فلوس وانتم تكملوا للقرض هذايا، والا انتم باش فوزالي كوفغيغ القرض الكل؟ لا في دون لو دوزيام كا في القروض لا الحقيقه هو الطالب كي باش يمشي يقرا البرة مطالب باش يعمل ان دوسي دو سكولاريتي ملف دراسه لدى البنوك.
باش ينجم يحول الفلوس لبرا. ما ينجمش يخرج لبرا ويقرا لبرا، هذاك اذا كان عنده شكون لبرا. برشا تقام عندهم شكون. هذاك عنده شكون يتكفل به اكزاكتومون، سي لو غارون اللي باش يتكفل به البرا. لكن اللي ما عندوش، فما وسيله قانونيه تمكنوا باش يعمل لو دوسي دو سكولاريتي اوبخي دو بانك لدى احدى البنوك، والبنك بيان سور وليه هو اللي يحط له الفلوس، والبنك تتكفل شهريا بتحويل القيمه المسموح بها من الاموال التونسيه باش تحولها له البنك. معناها المونطون يكون كامل؟ اي. وهو كل شهر البنك تبعه؟ تو تافي تو تافي. ولي فخي نتاع التسجيل ما مش داخلين في اللي في لا، البنك تسمح له باش يبدل المصاريف المعيشه نتاعو شهريا، وتسمح له كيف كيف في كل بدايه سنه جامعيه باش يحول معاليم الدراسه والتسجيل وحدهم، باش تنجم تضمن للطالب التونسي الدارس في الخارج مستوى عيش مقبول، كمان باش يركز على قرايته ما يضطرش يعمل حاجات اخرى والا يخت. القروض الجامعيه هي اعانه للولي، هي اعانه للولي، دونك ماهوش باش يمشي يقرا فقط بالقرض الجامعي، لا، فما لو دوسي دو سكولاريتي، فوالا، دونك القرض الجامعي قيمته محدده ومعروفه، دونك هو تجي اعانه من طرف وزاره التعليم العالي للطلبه اللي كنت نقول لكم عليهم غير متمتعين بمنح ولكنهم دارسين بالخارج، يعاون الولي شويه. قيمته معروفه السنين التالي، مش تبع توا اللغو اللي 3.3 3.5 ولا قداش؟ لا، قيمته محدده ومضبوطه بنص، دونك القرض الجامعي قيمته 4.5 مليون تونسية في العام بالنسبة لبلدان كندا والولايات المتحدة. مهما كانت قيمة الدينار مقارنة باللغو، هو يصرف بالدينار جوستومون، هذاك علاش توا قيمة القرض الجامعي نقصت بالنسبة للورو، خاطر اللورو طلع، وهذاك علاش هو هذا جديد، هذاك علاش احنا عملنا مطلب ومقترح في الترفيع في قيمة القرض الجامعي، ونستناو كونه يخرج في الرائد الرسمي حتى يكون ساري المفعول، باش تتماشى أكثر مع مستوى المعيشة ومع خاصة الشانج قيمة الورو. دونك قيمة القرض توا 4.5 مليون كما قلت لكم، 2.5 مليون في العام. في العام. في العام. شوية برشا، شوية بكل. شوية بالكل، ما شنو نقول لك، راهو واحد البرا معناها محتاج كل معناها منبع نتاع فلوس، وبالاخص كي هو طالب ودولته تبعث له، ما تتخيلش هذيك قداش تعطيك وتبوس معناها. كما قلت لك هي راهي إعانة، خاطر باش يقرا البرا إذا كان ماهوش ممنوح يلزمو يعمل أن دوسي دو سكولاريتي، وكان ما يعملش ما ينجمش حتى ياخذ فيزا، دونك إذا فما فلوس موضوعة على الذمة لدى البنوك باش هي الساق باش تصرف على القراية نتاعو. القرض احنا متفقين اللي هي قيمته سختو في الفترة الأخيرة هذيا، خاطر هذيا القيمة طاحت نتاع القرض وقت اللي طلع قيمة اليورو، علاش احنا طلبنا زيادة تعتبر معتبرة، معناها مشينا دو سامبلو دوبل للقروض الجامعية باش تكون اكثر ابور للطالب التونسي. باهي مدام، توا احنا كي نحكيو قرض معناها باش يرجعوه. توتافي. وقتاش يبداو يرجعوه؟ الطالب المتمتع بقرض جامعي عنده 10 سنوات ابتداء من سنة التخرج. سنة التخرج. ويرجع نفس المونطون ولا ازيد شوي؟ قيمة الفائض ضئيلة جدا 2%، دونك اون فوا خذا الدبلوم نتاعو سنة التخرج نتاعو عنده 10 سنوات في يده باش يبدا يرجع القرض نتاعو بقيمة فائض 2%. ينجم الترجمة يكونش فرد مرة؟ اي، ينجم يرجع على مراحل، يعمل انيشيون فيه ويرجع بشوية بشوية. بين فما مادام توا احنا كي حكينا على الطلبة هذوما اللي ياخذوا في قروض معناتها سوى الدولة تكفل به والا والديه معناتها يحبوا يقريوه البرا، باقي نحكيو على الطلبة اللي عندهم نيفو تاع قراية باهي محترم، ما نجحش في الكونديداتور دونك حاب يكمل يقرا، وكما قال تحبيب بكري خلط. اللي خلط ياخذ منحة. ياخذ منحة. المتفوق حبيبه قالت اللي ما خلطوش. ما خلطوش اكزاكتو، اي اي، معناتها خلط عليهم خلوط، حبيت نقول خلط خلوط. دونك العباد اللي النيفو نتاع قرايته مثلا خذا الباك معناتها موين ضعيف والا ما خذاش الباك ويحب يمشي يكمل يقرا برا، يشملوا القرض هذا ولا مش يشملوش؟ نجم تعاون الدوله في حكايه القروض ولا؟ شوف انا قلت لك من الاول هي القروض مفتوحه لكل الطلبه الدارسين بالخارج وغير متمتعين بمنح. مي احنا باش نرتبوهم ترتيب تفاضلي، معناها شكون باش يترشح معاك؟ قد ما يترشحوا معاك عباد
دوسيتها باهيه، معادلتها باهيه، قد ما حضور خاطروا بشر يتم ترتيب الملفات ترتيب تفاضلي حسب الاعداد وحسب لي ريفوني دي بارون الوضعيه الاجتماعيه. قد ما حظوظ العباد هذوما باش تنقص الاعتمادات محدده بتاع القروض الجماعيه، وانا باش يجوني برشا ملفات، دونك احنا في اللجنه باش نبداو نرتبوا فيهم ترتيب تفاضلي، اللي عنده اكثر حظوظ هو اللي باش ياخذ قرض. باهي مادام نختموا معاك. اي فوالا. عندك سؤال يسال؟ معناها كيما اللي باش يقرا تروازيام سيكل كيما دوزيام سيكل كيما مثلا يعمل نفس النوع نتاع القروض نفس المساعدات والا تتبدل؟ معناك خرجت بالباك ولا خرجت بالتروازيام سيكل ولا دوزيام سيكل؟ في القروض ولا في المنح؟ في القروض. قروض. في القروض احنا نعطيو دي بونوس في الترتيب التفاضلي، وقت يجي باش ترتب الترتيب التفاضلي للملفات. بيان سور اللي يبدا في المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه، سي كالكان اللي باش ياخذ ان بونوس خاطرو إلي أسي أفونسي في القرايه نتاعو ويكون بلو ميريتا. دونك هو ديما في الترتيب، يكون عنده ترتيب أفضل وعنده بونوس خير من اللي إي فيان دو كومونسي المرحلة الأولى نتاعو. أما القيمة تقعد يا بيدا خاطر قيمة القرض حسب بلد الدراسة. داكوغ أوكي. باهي مدام آخر سؤال نكملوا بيك كان تسمح. القراية بدات وإحنا القروض مازالت ما تسلمتش ديجا، توا إحنا تسلموها في ديسمبر ولا جانفي كما أنت كنت تحكي، شنو عملوا في الأربع شهور ولا قبل؟ الحقيقة إحنا علاش في جانفي نعطيو القروض نتاعنا؟ خاطر ماك تعرف فما بلدان أنجلو ساكسونية عندها دو سيسيون في العام، دونك يقراو السيسيون نتاعهم تبدا في جانفي، أوراقهم والتسجيل نتاعهم ما ياخذوه كان في ديسمبر، دونك هنا راهو مش الناس الكل تبدا في سبتمبر قرايتها كما إحنا في تونس ولا في البلدان الفرنكوفونية تشبه لنا شوية، فما بلدان في سويسرا، في كندا، في أمريكا. شويه من الاغلبيه بداوا يقراو نو؟ لا هو ما يتسميوش شويه خاطر توا لا ديستيناسيون تاع الطالب التونسي في الخارج تبدلت. قبل معناها كانت الديستيناسيون الاولى فرنسا، توا كندا، توا كندا تاخذ في ايلون كبير، المانيا كيف كيف. دونك احنا شنو نعملوا؟ باش نجموا نعطيو الفرصه للطلبه الكل يترشحوا على الاقل، نحاولوا نربطوا ما بين اكتوبر السنة الجامعية اللي نعرفوها احنا تبدا في سبتمبر، وما بين لا سيسيون دي فيغ اللي هي تبدا في جانفي في بعض البلدان واللي عددهم راهو ولا مهم جدا خاطر الطالب التونسي وجهة الدراسة نتاعو تبدلت. دونك باش تكون اوراقهم موجودة خاطر الطالب كان ما ينجمش يقدم لك شهادة تسجيل، كيفاش باش تثبت انت اللي هو يتابع دراسته بالخارج؟ وهذه ما ينجم ياخذها كان في ديسمبر دبي جانفي، واحنا ديما جينيرالمون باذن الله فان جانفي دبي فيفري يتم الاعلان عن النتائج، و20 يوم من وقت اللي هو يصحح لو كونترا عقد القرض نتاعو يتم صرف القرض نتاعو. ميرسي بوكو مدام دره لوزيلي مديره المنح والقروض في الخارج بوزاره التعليم العالي. ميرسي. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا.